أهلا بكم، حلقة جديدة من الحدث ومشهد وحدث لا يبدو جديدا جدا في حزب جبهة التحرير الوطني، حزب السلطة الأول في الجزائر الذي عرف انقلابا جديدا بالإطاحة بعمار سعداني وتعويضه بالثمانيني جمال ولد عباس الذي يتحدث عن قرب الإعلان عن القرارات المهمة، وكان صرح أن الأفلان سيرشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة في رئاسيات 2019. ويأتي هذا الكلام وسط غليان اجتماعي مع احتجاجات في الجنوب ضد غلاية أسعار الكهرباء واستئناف التكتل النقابي المستقل اليوم الجولة الثانية من الإضراب الوطني الذي يشن احتجاجا على قانون التقاعد وتراجع القدرة الشرائية بالإضافة إلى تغييبه من مشاورات قانون العمل في الجزائر. من الباب الضيق غادر عمار سعداني هذه القاعة بوسط العاصمة تاركا منصبه كأمين عام لجبهة التحرير الوطني لشخص آخر سيأتي عليه هو أيضا الدور ليغادر من الباب الضيق بأوامر فوقية. هكذا هو حال الحزب العتيد في الجزائر الذي لم يغادره أمين عام على الإطلاق إلا بالأوامر والمؤامرات، ولم يكن أبدا للانتخابات النزيهة والشفافة دور في تنصيب أو رحيل الأمناء العامين في هذا الحزب الذي يوصف بأنه جهاز من أجهزة السلطة. لكن هذه المسألة لم تكن يوما من الأيام من اهتمامات الجزائريين المشغولين بمشاكلهم والمتفرغين دوما للجري وراء لقمة عيش لا تأتي إلا بشق الأنفس في عز الأزمة وزمن التقشف المفروض على الجزائريين بسبب عجز المسؤولين عن تحرير اقتصاد البلاد من الفساد والإدمان النفطي. سيصمت سعداني عن الكلام من دون شك ويركن في منصب ما أو يلزم بيته التزاما بالأوامر إلى أن يحين وقت تعيينه في منصب آخر أو تكليفه بمهمة أخرى، وهذا هو حال الجزائر التي يتم فيها تدوير المناصب. وكم من وزير أو مسؤول تمت تنحيته بطريقة مخزية لكنه التزم بالتعليمات وصمت إلى أن تم تدويره مجددا في عجلة السلطة. جمال ولد عباس مثلا كان من المغضوب عليهم لدى بوتفليقة، طرد من الحكومة لكن بعد محاولات متكررة تصدق عليه الرئيس بمنصب وركنه في مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي شيوخ مجلس الأمة في خدمة السلطة، وها هو اليوم يعود إلى الواجهة السياسية والإعلامية لسد الفراغ. الكلام أيضا ينطبق على أحمد أويحيى وشريف رحماني وعبد العزيز بالخادم، والقائمة تطول. إني أغرق. بهذه الكلمات تحدث عمار سعداني عن الجنرال توفيق الذي لم يكن أحد يجرؤ على ذكر اسمه، ولم يكن سعداني كذلك لولا أنه كان يتلقى الضوء الأخضر بمهاجمة هذا المسؤول أو ذاك. لكن مشكلة سعداني أنه ملكي أكثر من الملك، اعتقد أنه أصبح رقما صعبا في معادلة السلطة، لم يفهم جيدا الغمز والهمز الذي يأتيه من فوق، فزاد على الجرعة جرعتين وقصف بشدة شخصيات ركنها بوتفليقة في انتظار الحاجة إليها، ووصل به الحد إلى تخوين بالخادم واتهامه بالعمالة للاستعمار الفرنسي ماضيا ولفرنسا حاضرا، متناسيا أن بالخادم من مخلفات نظام بومدين الذي اعتمد عليه بوتفليقة كوزير ثم كمستشار وممثل شخصي له. عمار سعداني يغرق الآن، سيذهب إلى بيته وسيلتزم الصمت كما يتوقع مراقبون كثر لعدة اعتبارات، أولها انتظار الإشارات بالعودة إلى منصب جديد، وثانيتها عدم لفت الانتباه خاصة وأن المتحمسين لمحاكمته سواء عن تصريحاته التي يعتبرونها مسيئة أو مؤذية أو أملاكه في باريس التي يعتقد على نطاق واسع أنه حاز عليها بطرق ملتوية. تنحية سعداني ينظر إليها من قبل كثيرين على أنها إعادة ترتيب للبيت داخل الحزب العتيد تقوم بها جماعة الحكم، لكن لماذا هذه الترتيبات وموعد الانتخابات الرئاسية ما زال بعيدا؟ هل هذا مرتبط بتصريحات سعداني النارية فقط أم أن مخابرات السلطة اجتمت رائحة تململ وغليان شعبي وتسعى لاستباق انفلات اجتماعي وإلهاء الرأي العام الذي لم يعد أصلا مهتما بعفن السياسة والنيران السديقة بين جماعات تحكم البلاد وتتقاسم الأدوار ولا أحد يزيح أفرادها عن الحكم، لا صندوق الانتخابات ولا المرض، صندوق الموت وحده من يقدر على هؤلاء؟
تقرير صبر أيوب معنا لقراءة هذا المشهد الجديد القديم بصوره الإنقلابية وصور الديجافو كما يقول التعبير الفرنسي. سمير بالعربي الناشط السياسي عبر خدمة سكايب. سمير بالعربي، ما الذي يحدث ولا يحدث عمليا؟ يعني في الحقيقة حدث ولا حدث، أليس كذلك؟ ولد عباس ربما في دور العساس باع خلفا لعساس سابق. سعدان، بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. تحية لك في جمال، تحية لقناة المغاربية طاقمها، تحية لمشاهدي القناة في الداخل وجاليتنا في الخارج. أبدأ أولا بمباركة الحرية للشاب صهيب قرفي، في انتظار حرية مطلقة إن شاء الله للشابين الأخوين عادل عياشي والتيجاني بن دراح ولكل السجناء الرأي السياسيين في الجزائر. ثم دعنا نوضح أولا، البعض يقولون لماذا تتدخلون في شؤون حزب جبهة التحرير الوطني؟ جبهة التحرير الوطني هو حزب كل الجزائريين. جبهة التحرير الوطني هي جبهة العربي بن زيدي ومصطفى بن بولعيد وآيت أحمد بوضياف، هي ملك كل الشعب الجزائري الذين ضحوا من أجل أن تحيا الجزائر الكرامة والحرية. المقرات التي يحوزها حزب جبهة التحرير الوطني في 1541 بلدية هي ملك الشعب الجزائري، لا يحق لهؤلاء اليوم أن يستغلوها وأن يستعملوها. ورأينا كيف أنتجت لنا هذه المقرات، هذه المحافظات، هذه القسمات، أنتجت لنا نموذجا سيئا من إطارات جبهة التحرير الوطني، نموذجا فاشلا، نموذجا غبيا، نموذجا ساذجا، نموذجا أصبح يشكل خطرا على جبهة التحرير الوطني، أصبح يشكل خطرا على الجزائر، أصبح يشكل خطرا على الوحدة الجزائرية. نتألم كثيرا من واقع جزائري لما يحصل في أعلى هذا الحزب الذي تحول إلى جهاز يتحرك بمهماز، يتحرك عن طريق الهاتف، يتحرك عن طريق الأوامر. هذا الحزب للأسف الشديد مناضليه لم تعد لهم القوة والشجاعة لإبراز نضال حقيقي كما شاهدناه لدى إطارات جبهة التحرير الوطني إبان الثورة وما بعد الثورة، أو كما أراد أن يكون حزب جبهة التحرير الوطني الأمين العام المرحوم عبد الحميد مهري. ما يحصل هي هوشة، الكل يبحث عن مصالح، هوشة بين مناضلين همهم الأول هو الانتهازية، محاولة التقرب من أعلى هرم السلطة للحصول على تزكية تضمن لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة على رؤوس القوائم، تضمن لهم مكانة في البرلمان الفسيفساء المقبل. لذلك كل ذلك يحدث تحت أعين الشعب الجزائري الذي يتألم كثيرا من الواقع المر الذي وصل له حزب جبهة التحرير الوطني. حزب جبهة التحرير الوطني الذي أساء له هذا الأمين العام السابق بكثير من الخطابات، بكثير من التدخلات، وأساء له أكثر لما طرد بطريقة تبين مرة أخرى أن الدولة الموازية، الدولة البوليسية، الدولة الأبوية ما زالت متمكنة من الجزائر لمدة 3 سنوات وهو يرفع شعار الدولة المدنية، سقطت كلها في الماء، كلها كانت شعارات جوفاء. رأينا مجبرة على التقاعد، وهي عبرة لكل مسؤول مستعد أن يضع يده في يد العصابة ليخدم مصالحها، لأنه في الأخير سوف يطرد وسوف يتحمل جزاء العملية أو المهمة التي كلف بها. طيب، ولكن عمار سعدان، يبدو بحسب موقع الجيري فوكس ينقل عن صحيفة جزائرية اسمها ريفليكسيو أنه عن مصدر حكومي أن عمار سعداني ربما سفيرا للجزائر، سيعين سفير للجزائر في الإمارات العربية المتحدة. أكيد النظام الجزائري لا يستغني عن من خدمه، خاصة إذا لزم مكانه ولزم الصمت. رأينا الكثيرين ممن خدموا مع النظام الجزائري أبعدوا ثم بعد ذلك إما أن يوجهوا إلى مناصب في السفارات وفي القنصليات خارج الجزائر، وإما أن يضمن لهم تقاعد مريح مرتاح في مجلس الأمة. الدولة
لا تتنكر لما يقدمه لها من خدمات. بعض من يستعد للبيع والشراء في مبادئه وفي نضاله وفي 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 أعماله. يبقى معنا سمير بالعربي ينضم إلينا الآن في النقاش من الجزائر، نور الدين بحبوح وزير السابق وزير الفلاحة الأسبق. نور الدين بحبوح، كيف تقرأ ما حدث في الأفلان ودور جمال ولد عباس؟ بداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحياتي لكل متتبعي قناة المغاربية. هو لن أنا أشاطرك الرأي مثل جمال عندما قلت بأن هذا حدث، ولكن ما حدث. أنا أعتبر وأنا في نفس الخطة وأقول بأن من يقول بأن الشعب الجزائري يتألم فيما يقع في داخل صفوف الأفلام لا أشاطر هذا الرأي، لأن الأفلام الحقيقي هو مكسب لكل جزائري، والأفلام الحالي هو حزب سياسي ككل الأحزاب السياسية مع الأسف الشديد يستعمل شعار صوم الجزائر وشعار مكسب لكل الجزائريين يستعمله ويتاجر به. إذن ما يوقع في الأفلام وما وقع في الأفلام في الماضي وما يوقع في المستقبل يعتبر عند المواطن الجزائري حدث عادي داخل حزب سياسي مبني أساسا على المكاسب وعلى المناصب، هذا هو المبدأ الأساسي. وأقول أنا شخصيا بأن الإطاحة بسعداني، السيد سعداني كلف بالمهمة، انتهت المهمة نتاعو فسيستخلف وممكن سيجازي كما قلت بمنصب في داخل دول السلطة أو كسفير أو غير أو حاجة أخرى. إذن هذا هو المبدأ الأساسي. وأقول بأن كل القرارات، وهذا معروف لدى المواطن الجزائري، كل القرارات القرارات الهامة اللي تأخذ داخل هذا الحزب السياسي، حزب جبهة التحرير الوطني كما قلت، اللي هو يستولي على رمز من رموز الدولة الجزائرية، كل ما يوقع هو خارج هياكل الداخلية للحزب. عمر ما هذا الحزب أخذ قرار في كل كبيرة أو صغيرة وقعت في الجزائر، الانتخابات الرئاسية ما عرفنا كيف تتم الانتخابات الرئاسية، اختيار الرجل داخل الرجل المترشح ما عرف كيفاش الرجل المترشح، كل هذه الأمور معروف و الأمور هذه كلها معروفة ولحد الآن. لا أنا بالنسبة لي ليست بالمفاجأة، بالنسبة للمفاجأة وقلت مرارا وتكرارا بأن كل ما يحدث داخل هذا الحزب ليست بالمفاجأة وهذا الشيء معروف لدى الجميع. إذن لا أظن أنا شخصيا بأن الجزائري أصبح متألم عما يوقع في داخل حزب جبهة التحرير الوطني، هذه نقطة. الباقي تكلمت عن سؤال استخلافه ب جمال ولد عباس. نعم ولد عباس. انا اقول انا هذا قراءتي السياسيه، انا مش معطيات، قراءتي السياسيه هو المبدا الاساسي، هو ممكن في المستقبل ضم الصفوف. واقول بان نوع من المصالحه داخل هذا الحزب السياسي من اجل ممكن بلوره البرنامج الجديد، من اجل ادخال كل الذين كانوا في وقت في عهده ولا في وقت سابق كانوا ممكن قايمين بعمليه تنحيه عمر سعداني، وهذا هو اذا داخل في اطار تهدئه الامور داخل هذا الحزب السياسي. طب هل داخل في اعتقادك في اطار العهده الخامسه جمال ولد عباس الذي يصرح اول تصريح له قال بانه لا فلان يدعم عهده خامسه للرئيس بوتفليقه؟ بطبيعه كل انا اكرر بان كل القرارات يعني كل يعني الخطاب الرسمي الذي يعطى من طرف المسؤولين على حرم هذا الحلم هما كلها مبلوره من خارج فلان. الشيء اللي قاله ولد عباس بطبيعه الكلام هو كلمه واضحه، كلام واضح قال باننا
سننظم أنفسنا للدخول في الانشقاقات المقبلة، والانشقاقات المقبلة تدعي أن نكون تهدئة داخل الصفوف، والانشقاقات المقبلة معروفة انتخابات شرعية وانتخابات محلية، بعد انتخابات شرعية ومحلية هي انتخابات الرئاسية، وانتخابات رئاسية حتى وأقول وأكرر حتى إذا الرئيس الحالي عنده نية باش ولا يبقى في هذا الوضع، يعني سيكون ممكن يطلب منه أن يتقدم لعهدة خامسة. إذا هذا هو الشيء اللي رانا عايشين الآن. شيء مؤسف، شيء مؤسف بأن كل هذه المعارك الموجودة داخل الأحزاب السياسية وداخل هذا الحزب السياسي لا تخدم الجزائر، خاصة نحن مقبلين على أزمة اقتصادية، وإحنا وحتى بوابة الأزمة باسكت بان وبعدين نشوف عايشين هاليومين، هذا هو المشكلة الأساسية. يبقى معنا أستاذ نور الدين بعبوح سمير بالعربي، أعود إليك. ولد عباس يتحدث يقول بأنه للصحافة ترقبوا أمس إعلانا مهما، ويتحدث طبعا عن عهدة خامسة وعن بقائه حتى طيلة المدة، برغم أنه بالوكالة أمين العام بالنيابة، بقائه يعني فترة عمار سعداني، ولا حديث عن اجتماع الاختيار ديمقراطي لأمين عام للفلة. قضية حزب الأفلان وتنحي عمار سعداني باستقالة بررها أنه في حالة صحية لا تسمح له بمواصلة عمله كأمين عام، وأن تنحيه هو فيه مصلحة لصالح الحزب، فيه مصلحة لصالح الجزائر. أولا هو إحراج لرئيس الجمهورية الذي يعرف القاسي والدان الحالة الصحية المرضية التي يعيشها الرئيس. رأينا منذ أسبوع أن الرئيس لم يستطع أن يتلو القسم الدستوري لقضاة المجلس الدستوري، وقام بذلك أحد القضاة في مكانه، وهو نفس الأمر الذي كان يوم 27 أبريل 2014 لما لم يستطع أن يكمل القسم الدستوري في فوزه المشكوك فيه طبعا في 2014. مجيء أو مباركة عمار سعداني لولد عباس أمينا عاما المفروض كان يكون بالنيابة، ولكن سمعنا أنه الأمين العام يقول أنه أمين عام لغاية سنة 2020. هو وزير أولا كان على كثير من الوزارات، ولكنه كان كثير الشعارات، كثير الأقاويل، كثير المشاريع التي لم يستفد منها الشباب الجزائري، المجتمع الجزائري، الأسرة الجزائرية شيئا. أول كلام كان يقول أنه مستعد لترشيح مساندة الرئيس لعهدة خامسة، هذا معروف. إذا وصلت الحالة الصحية لرئيس الجمهورية في التنفس إلى غاية 2019 أكيد سوف تكون هناك، ولكن هو نفسه قال حتى رد على الوضع الصحي لترشيحه واستمراره في الحكم، لأن ذلك يخدم المجموعة الأوليغارشية المستفيدة ماديا، المستفيدة من المشاريع، المستفيدة من الحماية الأمنية، المستفيدة من الحماية على مستوى العدالة من المتابعات القضائية. كل هؤلاء سوف يدعمون ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة في 2019. الأمر واضح والأمر مكشوف، يحاولون من الآن برمجة المجتمع الجزائري لقبول الفكرة في 2019. تحضير ذلك سيكون في الانتخابات الشرعية المقبلة التي قلنا وكررنا أنها بداية ل 2019، وهي مقدمة بداية باللجنة المستقلة العليا التي لا هي مستقلة ولا هي عليا لتنظيم الانتخابات، والتي ستكون معينة كلها من طرف رئيس الجمهورية. طيب. وتحضير بسيكولوجي نفسي لأفراد الشعب الجزائري لقبول الرئيس في المرحلة المقبلة. هو يريد أيضا ولد عباس أن يغطي على الصراعات الداخلية الكبيرة التي يعيشها حزب جبهة التحرير الوطني بكل فصائله، التي تريد التحكم في مقاليد الحزب في المكتب السياسي، في الثروات التي يحوز هذا الحزب كما قلت في بداية كلامي، المقرات التي هي ملك الشعب الجزائري التي يحوز هذا الحزب عبر كافة بلديات الوطن. هناك محاولة للاستحواذ على البرلمان المقبل طبعا عن طريق التزوير، لأن هؤلاء يدركون جيدا
أنه في حالة انتخابات حرة ونزيهة كالتي حدثت سنة 91 سوف يتراجع حزب الأفلان كثيرا، لأنه سوف يحصد ما زرعه خلال 20 سنة الأخيرة. يبقى معنا سمير بالعربي ينضم إلينا في النقاش، مصطفى ميسي الكاتب الصحفي. أستاذ مصطفى ميسي، كيف تقرأ ما يحدث في الأفلان، وإن كان طبعا حدث من قبل هذه الانقلابات الوصفة حتى بالعلمية؟ هل التاريخ يكرر نفسه في الجزائر، تكرر مشاهدها مرات بطريقة تراجيدية ومرات بطريقة يعني كوميدية؟ نعم، يعني الوصف جميل والكلمات عكست تقريبا صورة آليات عمل النظام السياسي. كنا نذكر أن عملية الانقلابات المؤامرة العلمية بدأت منذ 1996 عند ما سمي المؤامرة العلمية للإطاحة للأمين العام الأسبق الراحل عبد الحميد مهري، وتحولت شيئا فشيئا إلى آلية من آليات الإدارة تتكرر بين الفينة والأخرى. طبعا حالة النظام السياسي الجزائري تتسم دائما بما يسمى دوران سريع النخب، فنخبة تصفي نخبة وتتوالى الوجوه والأسماء، ولكن لا شيء يتغير في طبيعة النظام وفي منطقه العام وفي آليات عمله. رأينا ذلك مع السيد عمار سعداني، إنشاءاتها والظروف التي فرضته على رأس جبهة التحرير الوطني بإنزال من علميين ذات يوم في فندق الأوراشي، وأعلن أمينا عاما لجبهة التحرير الوطني. ومنذ ذلك الحين ظلت هناك معارضة داخلية للسيد عمار سعداني ولم تتوقف، ولكنها كانت تنتظر دائما المعارضة ليست فعالة وهي تنتظر القرار. القرار أتى وطلب يبدو كما كتبت الكثير من وسائل الإعلام التنحي وترك مكانه، وتم اختيار اسم من أعضاء المكتب السياسي وهو جمال الولد عباس وعين أمين عاما. ولكن كل هذه تفاصيل قد لا يذكرها التاريخ أبدا، لأنها مجرد تفاصيل طفيفة في مشهد سياسي معقد وفي جزء من حياة النظام، خاصة وهو وصل إلى مرحلة النهاية أصبح منتهي الصلاحية كلية، لا ينتج إلا الأزمات، لا يستطيع معالجة أي من القضايا والإشكاليات والملفات المطروحة عليه. وبالتالي فالانقلاب في جبهة التحرير الوطني أو مثل هذه الآليات العمل هي فقط ينبغي أن نفهمها أنها جزء من حياة النظام وأنها جزء من آليات عمله. هذه هي الآليات، هذا هو المنطق، لم يتغير منذ زمن طويل، وقد أمعن في هذا المنطق خاصة منذ 1999، خاصة فيما يتصل بجبهة التحرير الوطني. في الأرنبي مستقر التجمع الديمقراطي، مستقر إلى حد ما، لا يعاني من أزمات كثيرة، فقط رأينا أنه يحيى اضطر إلى التنحي عن الأمانة العامة للحج، ثم رأينا كيف عاد بشكل هادئ وتولى مرة أخرى الأمانة العامة لهذا الحزب، ولم تثور يعني زودعة كبيرة في هذا الموضوع مثل ما صارت في موضوع سعداني، لأن الكثير يعتقد أنه جبهة التحرير في جبهة التحرير الوطني ملتصق أكثر بالسلطة وملتصق أكثر بالقرار في أعلى الهرم، لأنه رئيس بوتفليقة هو رئيس الحزب ليس الشرفي ولكن الفعلي، لأنه المؤتمر الأخير عين سيد عبد العزيز بوتفليقة على رأس الحزب رئيسا، وعمار سعداني أمينا عاما يعني منفذا لقرارات الرئيس. طيب ما هي سيناريوهات في اعتقادك المطروحة؟ يعني أي حلقة جديدة الجزائر المقبلة عليها؟ وأنت ألفت كتابا مهما عن كيف تحكم الجزائر من بربروس،
الى بوتفليقه، هل الجزائر ماضيه الى بوتفليقه اكت 5 كما يقول التعبير، الفصل الخامس من حكم بوتفليقه اذا اطال الله في عمره ومثل ما يريد، مثل ما يقول جمال ولد بعباس، ويتحدث حتى عن استعاده الرئيس بوتفليقه لصحته. نعم، الآن السيناريوهات والمضاربات السياسية هنا وهناك، خاصة تلك الأطروحات التي تجعل النظام السياسي عصبا أو عصبتين على الأقل أو عصبا شتى تتصارع داخلين إلى غير ذلك. ولكن أعتقد بمنظوري أن النظام السياسي هو واحد وأن السلطة واحدة، حتى وإن تعددت أشكال التعبير عن هذه السلطة ولكنها ظلت دائما واحدة تتصرف بآليات عمل أو بما يسمى ثوابت النقد الداخلي، وهي نفسها لم تتغير كثيرا منذ قيام هذا النظام ذات يوم عام 1958. وبالتالي اليوم هذا النظام يحاول أن يجد طريقة لحل بعض مشاكله الداخلية، ولكن يبدو أنه يعيش على أزمات حادة داخلية لا يستطيع لا التقدم إلى الأمام ولا الرجوع إلى الآلية القديمة التي حكمت أشكال إدارة هذا النظام، وبالتالي فهو في مفترق طرق. الآن مسألة ما بعد الرئيس بوتفليقة، متى سيحدث ذلك؟ هل بعد العهد الرابعة؟ هل هناك عهد خامسة؟ لا أحد يدري، وبالتالي هذه ليست مسألة مهمة، لأن المهم هو النظام السياسي، هل سيقرر التغيير ما في آليات عمله؟ هل سيكون أكثر تعقلا وأكثر وطنية بحيث يبدأ مسار سياسي جديد للوصول إلى توافق يعود توافق أول نوفمبر الذي أنهاه هذا النظام يعني، وأصبح يعقد تحالفات مع المال وأوساط المال إلى غير ذلك ما في الداخل وفي الخارج، وتخلى عن تحالفاته التقليدية مع العمال والفلاحين والوطنيين الثوريين كما كانت تقول الوثائق السياسية والخطاب الرسمي لهذا النظام. اليوم مهما حاولنا أن نفهم تفاصيل ما يجري داخل النظام فلن نتوصل إلى حقيقة ما يجري، وبالتالي لابد أن نركز على الأساسيات وليس على التفاصيل، لأنه أحيانا هناك إدارة وهناك مناورة وهناك محاولة لإدارة الرأي العام وشغل الرأي العام إلى غير ذلك. فليس المهم أن الأمين العام لحزب التحرير الوطني اسمه سعداني واسمه ولد عباس، لأنه القرار بيد السلطة، سواء هذه السلطة عبر عنها الرئيس بوتفليقة أو عبرت عنها أطراف أخرى، لأن آلية العمل هي نفسها مهما تبدلت الأسماء وتغيرت الأسماء. ونحن نرى كم من اسم كان ذو نفوذ واسع جدا داخل النظام ولكنهم أذكر يعني من بين الأسماء التي كانت لها نفوذ قوي وزير الدفاع الأسبق خالد النزار، ثم الجنرال توفيق، وكل هؤلاء ذهبوا، قبلهم العربي بالخير وقبلهم الكحرايات وقبلهم محمد بتشين وقبلهم أسماء كثيرة أخرى، وبالتالي مهما تغيرت الأسماء النظام يعمل دائما بنفس الآليات له ثم ثوابت ضبط داخلية. شكرا جزيلا لك مصطفى ميسي الكاتب صحفي، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. أستاذ نور الدين بعبوح، يعني أنت شفت كيف يشتغل النظام من الداخل، هل ما يحدث الآن إزاحة سعداني عملية محسوبة ضمن عملية رقعة الشطرنج السياسية، أم أنه خربقة فقط صح التعبير سياسية تلعبها سلطة بتغيير فقط اللاعبون على هذه الرقعة السياسية في وضع فيما العالم يعني في وضع تعيشه الجزائر، غليان اجتماعي ونيران محيطة جيوسياسيا ووضع اقتصادي خطير وغيرها؟
أولا نرجع من وراء وأقول بأن الوضع يختلف تماما على الأوضاع السابقة. الآن الوضع السياسي والوضع الاقتصادي للجزائر أصبح وضع خطير جدا، والسلطة تدرك كل هذا الشيء وهي على دراية بأن الأوضاع الحالية فلابد أن تتأقلم معها. وهذا أنا أقول بأن تأقلم مع الوضع الحالي هذا هو المبدأ الأساسي اللي بني عليه النظام السياسي الحالي، وحتى كل القرارات التي اتخذت في الآونة الأخيرة. حتى التمحية كما قلت لك سعداني داخلة في هذا الإطار، وقلت وأكرر بأن إذا تطرح علي سؤال ما هو السيناريو المقبل، أنا أرى بأن السيناريو المقبل نعيش في المرحلة في الأيام المقبلة وفي الأسر المقبلة وعملية امتصاص الغضب داخل هذا الحزب، عملية ممكن جمع الصفوف، عملية مصالحة داخل الحزب السياسي. هذا النقطة الهامة من أجل أن لا تكون زوبعة قبل الاستحقاقات المقبلة. وهذا النظام السياسي هذا هو المشاهد، هذا هو التصور تاع النظام السياسي دائما قبل كل التحقيقات. وأتذكر إذا تتذكروا قبل الانتخابات الرئاسية نتاع 2014 كانت زودة داخل الأحزاب السياسية، وكانت عملية تمحية آنذاك الأمين العام تاع السي بن خادم في الأفلام، وأصبح الأفلام بدون قائد خوفا على أن يكون سيناريوهات أخرى ممكن بحزب سياسي يأخذ قرار ينفلت بقرار خارج القرار الذي تريده السلطة. وفي نفس الشيء كان الأرنبي بدون أمين عام، وكان أمين عام مؤقت بصفة مؤقتة سيد بن صالح. كل هذا السيناريو داخل ويتماشى مع الوضع الحالي، هذه نقطة هامة. وكما قلت المنطق تاع السلطة يمشي كتل. إذن المرحلة الأولى هذه المرحلة قلت هي مرحلة امتصاص الغضب ومن الشم والهدنة داخل الفلان. ومرحلة أنا لا أشاطر وأنا أتمر أقول بأن حتى في الأمين العام الحالي راهو في أمين عام حالي مؤقت، ممكن في الأشهر المقبلة، وأقول هذا الشيء ممكن في الأشهر المقبلة حزب التحرير الوطني بقرار من طرف رئيس الجمهورية يكون قد إضافة مؤتمر استثنائي ليعين أمين عام آخر. هذا هو أنا متأكد نسبين من هذا الشيء. وفي الأمين العام الحالي محال باش يبقى 2020 كما يقول، هذا أنا متأكد 100% لأن هذا الشيء لا يكون. وممكن حتى داخل الحزب جبهة التحرير الآن بدأت نشاط سياسي داخل هذا الحزب السياسي، وبدأت تتكتل الأمور من أجل تعليم أمين عام جديد، وممكن ممكن ممكن حتى رجوع الأمين عام الأسبق سيد الخادم. طيب شكرا لك. يعني الصورة هذا في المشهد السياسي المعروف عند جبهة التحرير الوطني وكيف يتصور النظام الحالي. شكرا. إذن سيناريو مفيد تماما. أقول وأكرر بأن الشعب الجزائري لست يعني تماما، أولا كلكم تعرفون بأن المواطن الجزائري نائب للسياسة ونائب للرجل السياسي ونائب للأحزاب السياسية، هذا كلكم تعرفها. إذن اليوم عندي ملل لأن كل النشاط السياسي يعرف بالنشاط السياسي كل في الجزائر من أساس تصور غير مقبول من المنطقة. شكرا جزيلا لك نور الدين بعبوع الوزير الأسبق، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. سمير بالعربي أعود إليك، وأيضا تضم إلينا في النقاش نصيرة غزلان القيادية في نقابة سناباب. يحدث ما يحدث في لافلان سمير بالعربي وفي أركان النظام، زوايا النظام المظلمة، سرايا النظام، بينما على مستوى الشارع الجزائري غليان اجتماعي، إضرابات واحتجاجات في الجنوب ضد غلاء أسعار الكهرباء،
وأيضا تكتل النقاب المستقل يستأنف إضرابه اليوم. ما نعيشه من إضرابات كنا نحذر عنه منذ ديسمبر 2015 بقول أن قانون المالية الذي اعتمد من طرف البرلمان في 2015 كان قانونا سوف يجر الشعب الجزائري إلى مزيد من الضرائب، وهو ما يحضر له اليوم أيضا في قانون المالية 2017. الحكومات المتعاقبة الفاشلة الفاسدة منذ 99 تريد اليوم تحميل الشعب الجزائري مسؤولية الإخفاقات التي كانت نتيجة سياساتها الفاشلة في العمل بدون تخطيط، بدون استراتيجية، بدون استشراف لما كان يحذر به من انخفاض واضح وفظيع في أسعار البترول. لكن الحكومة التي دأبت أن لا تسمع إلا ما يرضي أطراف داخلها ودأبت على استعمال المال العام من أجل شراء السلم الاجتماعي، واصلت سياسات التبذير خلال 17 سنة الأخيرة، وصلنا اليوم إلى حالة اجتماعية كارثية، إلى سن قانون التقاعد على 60 سنة. وللتذكير أن الثلاثية كانت قد طرحت هذا الموضوع منذ 10 سنوات، لكن وقت البحبوحة المالية ووقت شراء السلم الاجتماعي لم يتمكن النظام الجزائري من تطبيق ذلك القانون. أيضا منذ 4 سنوات صناديق التقاعد حذرت من أن الوضعية كارثية وأن هناك تنقص رهيب في صندوق التقاعد، ولكن للأسف أيضا لا حياة لمن تنادي. طيب. اليوم الدولة التي تدعو الشعب الجزائري إلى التخشف، وهذا التخشف لا ينطبق على وزراء الدولة، لا ينطبق على إطارات الدولة، لا ينطبق على السفراء، لا ينطبق على القناصلة، لا ينطبق على قادة النواحي، كل هؤلاء خارجون على منظومة التخشف الجزائرية، ولكن الذي يدفع الفاتورة هو المواطن الجزائري، هو الموظف، هو الإطار الصغير اليوم. طيب ابقى معنا سمير لو سمحت. كل المال بعدما كان سعر البترول يضاهي $100 واكثر من $100، اليوم بعدما نزل سعر البترول الى ما دون $50 وضعوا قانون طيب. مالية على سعر مرجعي للبترول في حدود $50، وهي طيب. ابقى معنا سمير بالعربي لو سمحت. الدولة الجزائرية للاستدانة. ابقى معنا سمير بالعربي تنضم الينا الان في النقاش. سميرة نصيرة بلحرة معذرة غزلان القيادية في نقابة سناباب. سيدة نصيرة غزلان، طبعا التجدد الإضراب من قبل التكتل النقابي، التكتل النقابي يقول أنه ينشر أرقام اليوم الإضراب تجاوز مثلا 75% في موظفي البلديات، موظفو التعليم العالي 35%، الصحة 65%، التربية الوطنية 75%، الصحة العمومية 74%، الفلاح والبياطرة 85%، والتكوين المهني 52%. يحدث هذا في ظل طبعا تهديد بخصم أجور المضربين. يبدو أننا فقدنا نصيرة غزلان، سيحاول الزملاء العودة إليها. ما رأيك سمير بالعربي في مسألة أيضا محاولة السلطة التخفيف وحتى التشكيك في ما يقوم به التكتل النقابي المستقل نسب التجاوب مع الإضراب، والحديث حتى وصفهم وزير الصحة بالأحرى العمل وصفهم بالمشوشين، فيما هؤلاء يواصلون إضرابهم وسيف التهديد مرفوع أمامهم بخصم أجورهم. هو دائما السلطة العليا فما بالك بالوزراء. السلطة ظاهرها تدعو إلى الأحزاب إلى الحوار، ولكنها لا تستمع إلى الشريك السياسي. نفس الشيء بالنسبة للأحزاب، نفس الشيء بالنسبة للوزراء. هناك محاولات لجرجرة النقابات المستقلة إلى مسايرة مخططات الوزراء، هناك محاولة تهديد للنقابيين المضربين عن العمل، طارة بخصم الأجور وطارة بالطرد من العمل. هي كلها وسائل لترهيب، هي كلها وسائل لإرضاء، لجعل النقابات طردا طيب.
لمطالب الحكومة بتطبيق هذه. طيب سمير استسمحك لو سمحت. لو كانت هذه البرامج مدروسة لكان لهان الأمر. ابقى معنا. عادت إلينا نصيرة غزلان القيادية في نقابة سنباب. سيدة نصيرة غزلان، لو وضعتنا مرة أخرى في صورة هذا الإضراب التجدد، الجولة الثانية من هذا الإضراب، يبدو بحسب التكتل نسبة المشاركة في هذا الإضراب مرتفعة في عديد القطاعات، فيما السلطة تهدد بخصم أجور المضربين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لقد عودتنا السلطة على كل هذه الإجراء. نحن كنقابة مستقلة لقد تنبأنا بهذا في 2011 وقلنا أن الأمر حينزل سوء يوم بعد يوم وسنة بعد الأخرى يعني. وكنا من السباقين كذلك عندما يعني استحال الحوار بيننا وبين هذا الحوار الجدي بيننا وبين هذه الحكومة، التجأنا إلى منظمة العمل الدولية أين أودعنا شكوى خاصة بما يخص قانون العمل وفيما يخص قانون ممارسة الحق النقابي. لأن في الجزائر خلال الأربع أو خمس سنوات الأخيرة يعني تم تضييق وتراجع جهنمي على الحقوق والحريات الاجتماعية والفردية. وبالتالي اللجوء إلى الإضراب فهو يعني لا مفر منه. ولكن نحن كنقابة الإضراب وحده لا يكفي. نحن يعني نود لو الإضراب تتبعه مسيرات سلمية للعمال، لأن يعني لأننا نعرف جيدا هذا النظام المتغطرس، هذا النظام الفاشي مع شعبه، يعني لن يرضخ إلا بالمسيرات السلمية. لو العمال يعني لو أنا لا أقول العمال لأن كل العمال يعني مع المسيرات السلمية، ولكن أنا أوجه نداء إلى القيادات النقابية المستقلة إن أرادت فعلا التغيير فالتغيير يأتي من الشارع ولا يأتي يعني. ولكن كان معنا نقابيون في نقاش سابق قالوا بالعكس هذا يلعب في صالح السلطة، هي تريد خروج النقابات لإظهارها بمظهر المشوش. خروج النقابات سلميا، ولسنا أحسن من إيطاليا، ولسنا أحسن من بريطانيا، ولسنا أحسن من فرنسا. طيب. ولسنا أحسن من إسبانيا، يعني كل العمال في هذه البلدان يخرجون ويحتجون سلميا على قانون العمل، على قانون الوظيفة العمومية. ونحن إذا يعني ندرينا الخروج إلى الشارع السلمين نقول أن هذا يعني اعتصاب. طيب خليك معنا سيدة نصيرة. لا سيدة نصيرة لو سمحتي ابقي معنا. ما رأيك رؤوف ملال رئيس نقابة سونالغاز ينضم إلينا فيما تقوله سيدة نصيرة غزلان؟ مساء الخير في جبال ومساء الخير على جميع مشاهدي قناة المغاربية. مساء النور. يعني أولا يجب أن نؤكد ونصر لأن النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز ليست ضد مطالب نقابات التكتل النقابي، بالعكس نحن ندعم مطالب النقابات المتكتلة وبقوة، خصوصا وأن مشروع قانون العمل يمس أكثر عمال القطاع الاقتصادي، كذلك الحال بالنسبة للتقاعد المسبق. ولكن في الحقيقة يعني مثل ما راحت لي زميلتنا النقابية من نقابة سنباب عندنا عدة نقاط استفهام على طريقة عمل هذا التكتل النقابي وكذلك استراتيجية العمل. نحن نتساءل ويعني طرحناها عليهم في اجتماعات رسمية ويعني حتى في لقاءات يعني ثنائية مع بعض النقابات التي مشاركة في هذا التكتل النقابي عن أسباب رفضهم لتقديم شكوى جماعية للمكتب الدولي للعمل، بما أن الحكومة لا تحترم الاتفاقية المتعلقة بالثلاثية التي صادقت عليها الحكومة الجزائرية نفسها. يعني هذا الأمر بالفعل خلانا ندخل في حيرة وشك على طريقة استراتيجية عمل هذا. طيب ما رأيك فيما تقوله نصيرة غزلان؟ أن المطلب صحيح. ما رأيك فيما تقوله نصيرة غزلان؟ تقول الإضرابات أوكي، ولكن بالنسبة لي الحل هو أن يحتج سلميا العمال في الشارع. نعم بالطبع
شوف يا اخي احنا واش نقولوا؟ احنا نقولوا باللي اضراب الكوستيم هذا ما نجيب والو، ما عنده مره نجيبه باضراب الكوستيم، يعني انك تعمل تجعل من الاضراب عطله مدفوعه وغير مدفوعه القزر، هذا لا يفيد الغرض. نحن نعرف والمخضرمين النقابيين المخضرمين كلهم بما فيهم النقابات التكتل النقابي، نتحدث فيهم اي نقابي من النقابيين تاع التكتل النقابي انه يجي ويقول انه من ميكانيزمات يعني الاضراب يقابل احتجاج سلمي. بالطبع كيف نعرف باللي كان اضراب اذا ما كانش احتجاج سلمي؟ كيف منين احنا نعرفوا احنا باللي هناك اضراب؟ نستعمل في الاضراب الكوستين والناس يعني الحقيقه تقال يعني التكتل نقابات التكتل النقابي غاضبه من الوزير لانه لم يستقبلها. مصيبه هذه احنا نشوفوا بها، هذه ليس عمل نقابي، بالعكس انا لا اريد استقبال، لا اريد ان التقي الوزير. احنا كنقابه نرفض التقاء اننا نلتقي الوزير لنجلس معاه في طاوله ونشرب معاه الشاي. انا مطلب من الوزير انه يلغي تقاعد النسبي، والله لا تلاقيت معاه، والله لا قعدت معاه، والله لا شفت. ولكن الا يعطي هذا هدفنا كنقابيين؟ ولكن الا يعطي هذا حجه للسلطه التي تقول انها تريد الحوار، الحوار مع النقابات وانه بالعكس؟ يا اخي الحوار في قانون العمل، الحوار في امور اخرى، ولما تريد السلطه نفسها انها تحاورني هناك يكون هناك حوار، ولكن لما نتكلم احنا على تقاعد المسبق على الغاء قانون التقاعد ما في حوار في هذا الامر، هذا مكتب عمالي لا استطيع التحاور معه، على ماذا راح نتحاور مع وزير العمل؟ في ماذا راح نتحاور؟ راح نتحاور في العمال اللي راح يستثنيهم هذا الالغاء؟ طيب هذا هو الحوار، على ماذا راح نتحاور؟ الناس الكل جميع اطياف العمال يعني عمال قطاع وظيفه عمومي او عمال قطاع اقتصادي ترفض جمله وتفصيلا الغاء هذا يعني الغاء التقاعد المسبق، وتريد طيب. انه اتقاء هذا التقاعد المسبق لانه مكسب من المكاسب التي مهر عليها الرجال والتي جلبها الرجال في ايام 20 سنه. ابقى معنا رؤوف ملال، اعود اليك سيدنا نصير غزلان، ولكن لماذا لا فتح باب الحوار مع السلطة؟ السلطة تقول بأنه أنها منفتحة على الحوار خاصة في هذه الظروف والأوضاع والمخاطر مرة أخرى، طبعا الأيادي الخارجية وغيرها هذا الكلام مرفوع. يا أخي السلطة يعني في الحقيقة هي تطلب الحوار، ولكن نحن نعلم جيدا أنها تحاور نفسها، مثلا مع الاتحاد، هي تحاور الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ولكن تحاور نفسها وتعمل ختم في جانبها، يعني تعمل ما تشاء بختم الاتحاد. انا لو يعني احاور انسان من اجل ان اعطيه الشرعيه حتى يفعل ما يشاء، احنا نرفض مثل هذا الحوار. احنا عندنا مثلا في نقابه نطاط في سنه 2011 عندنا مطلب شرعي هو إدماج كل أساتذة التعليم في قطاع التربية. لما استدعى الوزير التربية استدعى رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع التربية، رفضت أن تجلس مع الوزير وقالت له بالحرف الواحد أنت لست مؤهلا لفتح هذه المشكلة، هذا المشكل من صلاحيات الرئاسة ونحن يعني لن نستطيع أن نشرب معك شاي أو قهوة حتى يعني نضيع الوقت. احنا نعرف جيدا هذا النظام كيف يلعب على الأوتار، كيف يشري السلم الاجتماعي، كيف اشترى السلم الاجتماعي سنة 2011 عندما خرجنا إلى الشوارع، كيف ما اشترى السلم الاجتماعي سنة 2013 سنة 2014 سنة 2014 كيف يعني من سنة 2013 وقانون العمل في الأدراج؟ طيب كيف احنا استدعينا إلى الحوار؟ احنا تم استدعائنا إلى الثلاثية 2015، ولكن احنا كسنطات رفضنا بمبدأ أن الحوار مع نفسه، احنا لا نحاور الإنسان اللي يحاور نفسه وبعدين يعني يعمل النقابة ك ك ك يعني لتزيين او تبييض وجهه امام طيب. المجتمع الدولي. شكرا جزيلا لك. اذا تفضلي ونمشي الى المجتمع الدولي اللي النظام الجزائري عضو فيه ونرفع دعوى قضائيه في منظمه العمل الدوليه حتى لا يقول انها ايادي خارجيه. لو كانت ايادي خارجيه فعلا لا كان هو عضو في المؤسسه التي نحن رفعنا دعوى قضائيه ضده. شكرا جزيلا لك سيده نصيره غزلان، قياديه في نقابه
سناباب عاشور يدير ينضم إلينا. عاشور يدير الإضراب ولكن يعود مرة أخرى، ولكن هناك خاصة في قطاع التربية وأنت من نقابة مجلس الثانويات، هناك غضب كذلك من قبل الأولياء من أنه مرة أخرى الأطفال سيكونون يعني رهائن في صراع يرون بأنهم غير معنيين به، صراع نقابات وبين الحكومة والنقابات. ما ردك على من يقول هذا الكلام؟ السلام عليكم، مساء الخير على جميع المشاهدين الكرام. شكرا على هذا السؤال. أقول فقط لكم هذا المشكل تاع مصلحة التلاميذ يطرح كلما كان هناك ما يسمى إضراب تاع الأساتذة، وعندكم إضراب يعني هذا شيء طبيعي يكون في كل إضراب، يعني أي نقابة تقوم بإضراب فهناك ضحايا. هذه الضحايا ممكن أن تكون مواطن، ممكن أن تكون تلاميذ إلى آخره. والشيء يعني العجيب هو أن هذه الجمعية تاع أولياء التلاميذ التي لا تعرف التلاميذ إلا عندما يكون إضراب الأساتذة، فلم نراهم يعني يتكلمون عند الدخول المدرسي عندما يتمدرسون التلاميذ في 50 تلميذ أو في 60 تلميذ في القسم، أو عندما يكون هناك نقص الأساتذة لمدة شهرين أو ثلاثة. إلى حد الآن هناك نقص يتعدى 5000 أستاذ في قطاع التربية إلى آخره. دونك هذا النوع من الخطاب أظن ما هو إلا خطاب شعبوي يريدون ربح الرأي العام به. شكرا جزيلا لك عاشور يدير من نقابة مجلس الثانويات، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر، ومعذرة عن رداءة الصوت من المصدر. في دقيقة روف ملال نستغل خبرتك وأنك تشتغل في صونا الغاز، رئيس نقابة صونا الغاز. احتجاجات في الجنوب الجزائري ضد غلاء أسعار الكهرباء وجدل كبير وحديث عن دراسة الحكومة إمكانية تخفيض الأسعار في الجنوب، ما رأيك في هذا؟ احنا فجرنا يعني من قبل قضيه ترخيص فواتير الكهرباء والغاز لمده اكثر تجاوز 10 سنوات. يعني المواطنين الجزائريين كانوا ضحايا لسونارغاز، ضحايا سوء تسيير شركه سونارغاز. شركه سونارغاز معروف عليها، متعارف عليها بانها شركه لا تحترم الزبون، حق الزبون، ولا تحترم حقوق المواطنين بشكل عام، وانها تتلاعب في فواتير الكهرباء والغاز بسبب بسيط، انه يقولوا انه شركه خاسره وانه كلفه انتاج الكهرباء ضئيله وضعيفه. ولو تكون يعني لو تكون كاين اراده حقيقيه من طرف الحكومه الجزائريه انها تفرض رقابه حقيقيه وفعليه على شركه سونارغاز، ستكون شركه سونارغاز ميزانها التجاري رابح 100%، وفواتير الكهرباء يعني ان تصير الكهرباء راح تكون مثل ما كان معمول عليها يعني قبل قانون الماليه سنه 2016. شكرا جزيلا لك روف ملال رئيس نقابة صونا الغاز. سمير بالعربي في الأخير كخلاصة للنقاش، يعني يحدث كل هذا في جزائر، تقرير أخير مؤخرا قبل أيام في تقرير أمريكي يضع الجزائر من بين العشر البلدان الأكثر تعرضا للهزات، ما رأيك؟ يكفي أن تطلع تقارير المصالح الأمنية ومصالح الدرك لتعرف حجم الاحتجاجات التي تحدث يوميا عبر كل ولايات الوطن. احتجاجات على السكن، احتجاجات على الماء، احتجاجات على الكهرباء، احتجاجات على الشغل، كلها احتجاجات يومية لمواطنين أرادوا أن تكون لهم مواطنة، أن يضمنوا الحق الأدنى من العيش الكريم في السكن، في العمل، في النظافة، في الصحة، في التعليم. للأسف 1500 مليار التي تحدث عنها المطرود عمار سعداني لم تلبي ل40 مليون جزائري هذا الحد الأدنى. أزمة سياسية، أزمة في كل المجالات، وضع اقتصادي صعب، وضع اجتماعي صعب، وضع إعلامي مقيد
بالإشهار. أحزاب للأسف الشديد المعارضة لم تستطع أن تحزم أمرها وأن تستجمع قواها لمواجهة. طيب، لكن في اعتقادك سمير بالعربي، هل أليست الجزائر بالابتعاد من دروس ما شهدته وبتعلم دروس ما تشهده المنطقة من قلاقل، أليس الأفضل لهذه الجزائر أن يلتقي أبناؤها وما زال هناك هامش أمامها بالعكس لكي تكون عنوان للانتقال الديمقراطي وتدحض كل هذه التقارير الأمريكية وغير الأمريكية التي تحذر من جزائر مقبلة على قلاقل؟ أخي جمال، الذي تربى على الطغيان والذي تربى على القمع والذي تربى على سياسة الحزب الواحد مستحيل أن يتغير فكره، ومستحيل أن ينزع من عقله العقلية الأبوية، عقلية أن الشعب الجزائري قاصر غير قادر على انتخاب واختيار ممثليه. أيضا حتى أحزاب الانتقال الديمقراطي التي ظننا فترة أنها ستستطيع أن تحمل هم الانتقال الديمقراطي لم تتمكن، وتنكرت وبدأت في التنازل عن هذا المطلب الكبير الذي وضع فيه الشعب الجزائري بعض الأمل. الأمل الآن في مجتمع مدني، في مجتمع حقيقي، في نقابات حقيقية، في تكاتف كل القوى الحية للوقوف في وجه من يريد أن يبقى الشعب الجزائري مقيدا مسلسلا، أن يبقى تابعا لهؤلاء. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك سمير بالعربي الناشط السياسي، وعذرني الوقت أدركنا، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.